نروح إلى بلدة نقذة، هالبلدة اللي بتتوسط النفوذ الكبير شمالي حائل، وامتهن سكانها الزراعة ورعاية الماشية. تعرفين ليش سميتها بهذا الاسم؟ يعني أنت غششتني قبل شوي، بس أرجع أقولها للناس اللي ما تعرف. بنقول لهم. لأن في هذا المكان البعيد جداً عن أقرب حضارة تعيش عائلة وسط هالصحراء، حيث اعتزلت حياة المدينة واختارت حياة الصحراء مسكناً لها. قبل ما يعطيكم أحمد العثمان التفاصيل عنها، نقذة بسبب أنه أي واحد يوصل لها يجد نقذته في هذا المكان. خلونا نتابع. البادية والعيش في الصحراء لا تزال حية. هنا نقذة وسط النفوذ الكبير، حولها الإنسان إلى واحة وسط الكثبان الرملية. انحنى ظهره، لكن عشقه لهذا المكان لم ينحني. أبو زاهي الرجل الذي نصب خيمته هنا وسط الصحراء قبل عقود. الحين أحمد الله علينا فضله، مزارع ونخل وعندنا أنعام. والله الحين اللي شفت ناس جيتنا أهل دبة شون يفرح ونكيف من كثر الماء من اللي عطانا ربي، من عطوة ربي، وعشان الله يعز حكومي. أول هلكة يوخذ تذبح الرجل يذبح وخذ الناقو. هالحين هالا من اللي حنا أبوها ذاتي كان الدنيا هذه من الله ثم حكومي. الله يعزهم. عمري واجد والله، والله واجد عمره والله حول حال يتخطفه، ما هي بعيدة يا ربي. ما تعديتها؟ لا لا، حوله حوله. الله يطول بعمرك يا رب. عمرك ما لا أبي هالحين العمر أبي يتعالي بالجنة. والله العمر وجهه على وجهه على جماعة خبرهم جماعة عند وجهي. أنا ناهج الحال أنا، إحنا وجه على لي أهلي وعلى أبواني وعمامي وجه عليهم. بس ندعي عمر طولة العمر، نحمد الله عطانا الرب عمر بس جنة. نقذة أطلقت على هذا المكان بسبب أنها أنقذت أجداد هذه الأسرة من الهلاك بئر ماء كانوا له الأحفاد أوفياء، أن لا يتخلوا عنه رغم المسافة البعيدة عن الخدمات. أجا الصبح طول الله عمرك مع الصلاة يشبون نيرانهم طول الله عمرك، ويدنون نجورهم ويتقهون، ومع الحلال ومع الله الحمد والشكر والوناسي. هذا يوم أول يوم الدنيا به صيد الدنيا وبه ضبان وبه رانب وبه البقر صيدوه. ها السنين طال عمرك وكل ما له عادي الصيد قضى، الصيد قضى من الوناس زينة. أول والله أول إن أبو واحد من الجماعة رحمة الله عليه يصيد البقر والله بهذا. نحن هل حلال أول واللي هالحين وزرع الوالد النخل، هذا وطلع على الماء وزرع النخل، وحنا لهالحين أهل حلال وشيباننا يعني قبل شاكرين بالنهود. الوالد وجدي رحمة الله عليه هذا مساكنها. سكن هذا الرجل بصحبة أبنائه وأحفاده بنقذة الواقعة شمال حائل بمسافة 90 كيلومتر. الوصول إليها يحتاج لقطع هذه الرمال الصعبة. مشاهد الجمال ومناظر الرمال الناعمة وصفوة الأجواء هي من أجبرت هؤلاء على العيش هنا وعدم الانتقال إلى المدينة. من نقذة شمالية حائل، أحمد العثمان، MBC.